في أحداث غزوة الحديبية. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة عسفان، وإذا بكتيبة خالد بن الوليد أمامه، وحانت صلاة العصر، فنزل الوحي بتشريع صلاة الخوف، فكانت أول صلاة خوف صليت في الإسلام كانت في غزوة الحديبية. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفادى الاصطدام مع خيل الكفار، فقال لأصحابه: من يخرج بنا على طريق غير طريقهم؟ فقال رجل من الصحابة: أنا يا رسول الله. فسلك بهم طريقا وعرا حتى استطاع أن يلتف خلف كتيبة المشركين. وصل المسلمون إلى ثنية المرار، وهناك بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتحرك، حاول الصحابة فيها ولكن دون جدوى. ثم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته فوثبت، وسار حتى نزل بأقصى الحديبية. فلما اطمأن بالحديبية جاءه بديل بن ورقاء في نفر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا قد خرجت لقتالك وصدك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال، ولكننا جئنا معتمرين. رواه البخاري.